أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. مشاهدي وكالة جي ميديا من أمام مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، نرحب بكم في هذه التغطية التي من خلالها نتابع وإياكم إغلاق المخيم من قبل لجنة الطوارئ في مخيم الدهيشة نظرا للارتفاع الكبير بأعداد الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف المواطنين في المخيم المكتظ بالسكان خلال الفترة الأخيرة. سجلت أعداد إصابات كبيرة بين المواطنين، وهناك 200 حالة نشطة بالفيروس وفق الإحصائيات الأخيرة. اليوم تم إغلاق مداخل المخيم بالمكعبات الإسمنتية، والمداخل الرئيسية لهذا المخيم تم إغلاقها للحد من الحركة وكذلك الدخول والخروج إلى مخيم الدهيشة في محاولة لتقليل أعداد الإصابات بين المواطنين بفيروس كورونا. هذه الإجراءات سوف نتطرق إلى تفاصيلها وإلى تفاصيل الوضع الصحي داخل المخيم مع أحمد عودة الناشط في لجنة الطوارئ في مخيم الدهيشة. أحمد، مرحبا بك. اليوم إغلاق مخيم الدهيشة، كيف تصف الحالة في المخيم؟ وضعنا في تفاصيل الإغلاق الذي بدأ اليوم. يعني الحالة داخل مخيم الدهيشة حالة صعبة جدا، وضع خطير كمان جدا. للأسف لا وزارة صحة فلسطينية قادرة تأمن المواطنين اللي بنصابوا، ولا وكالة غوث تتحمل مسؤولياتها كونها يعني مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيم. بالتالي لجنة الطوارئ اليوم والفصائل أخذت على عاتقها هذه القرارات من أجل كسر خارطة الوباء داخل المخيم. عدد الإصابات اليوم أحمد داخل مخيم الدهيشة؟ يعني إحنا لما أخذنا هاي الإجراءات كان في السابق كنا كل يوم نتلقى 5 إصابات 10 إصابات، فكان الوضع مسيطر عليه، رغم أنه كان أيضا في هذاك الوقت كمان كان في عدم إمكانيات، كمان يعني إمكانياتنا محدودة داخل لجنة الطوارئ بحكم الوضع في الوطن بشكل عام. بس اليوم احنا قاعدين كل يوم بيجينا وبيصلنا 40 إصابة و50 إصابة في اليوم داخل المخيم. هذا مخيم يضم 15,000 نسمة في أقل من كيلومتر، بالتالي يعني هذا الازدحام وهذا التصارع في عدد الإصابات بخلينا ندعى كلياتنا نوقف قدام مسؤولياتنا ونستنى مين. الوضع خطير كثير وزيادة عن اللزوم، أمهات وآباء قاعدة بتموت، ما فيش حدا سائل، ما فيش جهة رسمية معينة بتحاول تحمل مسؤولياتها بشكل صحيح. مزبوط في قلة إمكانيات وعدم موارد، ولكن يعني كمان احنا ما بنقدرش نقف مكتوفي الأيدي قدام مخيمنا وأمام شعبنا. اليوم الإغلاق راح يكون جزئي كما أعلنتم، من الممكن خلال الأيام الجاي أنه يكون في قرارات جديدة؟ يعني احنا أعلنا أنه هذا الإغلاق هو إغلاق جزئي صحيح لغاية يوم الثلاثاء، إغلاق الشارع الرئيسي وإغلاق كل المحلات ذات الطابع الجماهيري، قاعات الأفراح، عدم إقامة بيوت العزاء، إغلاق المساجد أيضا دخل في هذه القرارات. هذا سيكون من هان حتى يوم الثلاثاء 9/3. بعد يوم الثلاث إذا بقي الوضع كما هو عليه سيتم الإغلاق الكامل في مخيم الدهيشة، لن ننتظر أحد، سيتم الإغلاق الكامل والشامل الذي يشمل كافة مناحي الحياة. كلجنة الطوارئ تتواصلون مع المحافظة والجهات المختصة في هذا الموضوع أحمد، أليس كذلك؟ طبعا تم التواصل مع عطوفة محافظة بيت لحم وكل الأجهزة الأمنية حتى يتم الإغلاق ووضعهم في صورة التطورات داخل المخيم، وإن شاء الله الأمور تكون في السليم والمسار الصحيح. تعتذرت عن تقصير من قبل وكالة الأنوروا تجاه المخيم، صف لنا طبيعة هذا التقصير ونحن في أوج الوباء اليوم. يعني وكالة الغوث الدولية بصفتها المسؤولة الأول والأخير عن اللاجئين الفلسطيني، اللاجئ الفلسطيني عليها أن تقوم بمهامها تجاه اللاجئ الفلسطيني من الصحة والتعليم وإلى آخره. اليوم صار لنا سنة إحنا في كورونا، وكالة الغوث الدولية لم تقدم إلا الفتات للاجئ الفلسطيني. اللاجئ الفلسطيني لا ينتظر من وكالة الغوث الدولية بعض المعقمات، هذا ليس هذا ما ننتظره. اللاجئ الفلسطيني ينتظر مستشفى ميداني، ينتظر تقديم خدمات طبية أفضل وأكبر من الذي نراه اليوم.
فبالتالي يعني فعلا احنا اليوم كمان بنوجه رساله لكل المعنيين وكل المسؤولين بان يقفوا وقفه مسؤول حول ما يحصل من هذه في هذه الجائحه تجاه اللاجئ الفلسطيني. دقيتم ناقوس الخطر في بيان للجنة الطوارئ أحمد، في حال استمرار عدم الالتزام من قبل المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، إلى أين يتجه الوضع في الدهش؟ يعني بصراحة إحنا دائما بنراهن من أول يوم في جائحة كورونا، وإحنا بنراهن على وعي المواطن الفلسطيني وثقافة المواطن الفلسطيني في هذا الموضوع. نتمنى من الناس الالتزام، هذا اولا. احنا يعني ما حدش بحب هاي الاجراءات ولا الاغلاقات نهائيا، ولكن ايضا كمان عدم التزام المواطن وعدم مبالاه ايضا المواطن في هذا الخصوص اضطررنا لاتخاذ هذه الاجراءات. بنوجه رسالتنا لكل الشعب الفلسطيني ان الصحه اولا ثم اولا ثم اولا. صحيح ان الوضع الاقتصادي صعب وصعب للغايه خاصه في ظل هذه الظروف، ولكن الصحه اهم من ذلك بكثير. اليوم مخيم الدهيشة كما تحدثت مساحة صغيرة به عدد كبير من السكان، ما تأثير انتشار الوباء على هذه المساحة الصغيرة وعدد السكان الكبير؟ يعني احنا في مخيم الدهيشة كما ذكرت 15,000 نسمة، 15,000 نسمة يعني بتحكي على في أقل من كيلومتر، تزاحم كبير، البيوت بجانب بعضها ومتلاصقة في بعضها البعض، وهذا الفيروس في الطفرة اليوم نواجه الفيروس كورونا في الطفرة الجديدة الطفرة البريطانية، وهذا شديد وأسرع انتشارا من الذي سبقه. فبالتالي في ظل هذه الأزمة الموجودة داخل هذا المخيم، يعني فعلا احنا إذا استمرينا على هذا الحال سنواجه كارثة صحية كبيرة داخل المخيم. مرة أخرى أحمد، المناطق التي والمراكز التي تم اتخاذ القرار بشأنها للإغلاق ما هي؟ يعني أولا التجمعات ذات الطابع الجماهيري كلها، قاعات الأفراح تغلق إغلاقا تاما، عدم إقامة بيوت العزاء، المساجد أيضا أغلقت، كل المحال التجارية التي تأخذ هذا الطابع الجماهيري أغلقت أيضا. بالتالي يعني هذه بعض الإجراءات التي نحاول من خلالها كسر خارطة الوباء داخل المخيم. حتى متى ستستمر هذه الإجراءات؟ ستستمر حتى مساء يوم الثلاثاء. مساء يوم الثلاثاء هناك سيكون هناك اجتماع أيضا، اجتماع آخر للجنة الطوارئ، فيه يقرر إذا كانت سيمدد هذا ستمدد هذه الإجراءات أم لا. شكرا لك أحمد عودة من لجنة طوارئ مخيم الدهيشة. إذا متابعينا مشاهدينا الكرام، مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم فيه اليوم 200 حالة نشطة مصابة بفيروس كورونا، الوضع يزداد خطورة، لذا ارتأت لجنة الطوارئ في المخيم أن تتخذ قرار الإغلاق الجزئي للمحال والمراكز التي بها نوع من الجمهرة للمواطنين، وبالتالي تم البدء في هذا القرار وتنفيذه منذ فجر هذا اليوم السبت، وستستمر هذه الإجراءات حتى نهار الثلاثاء المقبل. بطبيعة الحال محافظة بيت لحم اليوم هي تشهد ارتفاع كبير في أعداد الإصابات بالفيروس، وتحذيرات من قبل الجهات الصحية بإمكانية الوصول إلى الخط الأحمر في عدم استقبال المصابين في المستشفيات والمراكز التي تستقبل المصابين بفيروس كورونا، لذا وجب على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية كما تناشد دوما وزارة الصحة الفلسطينية ولجان الطوارئ والمحافظات للحد من تسجيل الإصابات الجديدة بالفيروس، لا سيما ونحن نتحدث عن الطفرة البريطانية الجديدة التي بدأت تتفشى وتنتشر بشكل أسرع من ذي قبل. إذا هذا هو المشهد الآن أمام مخيم الدهيشة، محال مغلقة جزئيا، مراكز الجمهرة مغلقة كذلك، المداخل الرئيسية عند الشارع الرئيسي المؤدي إلى مدينة بيت لحم وإلى مدينة الخليل تم إغلاقها
بالمكعبات الإسمنتية، وذلك للحد من حركة المركبات وكذلك تنقل المواطنين من وإلى هاتين المنطقتين. وكل ذلك يأتي في إطار هذه الإجراءات التي أعلنتها لجنة الطوارئ للحد من تفشي فيروس كورونا في مخيم الدهشة بمحافظة بيت لحم. نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء.